او نيفو في الخدمه على الويب بصفه عامه، كسوا في الويب ماركتينغ، كسوا في الويب جورناليزم، كسوا في برشا دي دومين دو ترافاي اللي على الويب. كي سمعوا بالشيء اللي قاعد صاير في تونس وبلوفيت اللي الحاكم قاعد يحب يسكر لي كونت تويتر ويسكر، مش يحب يسكر في لي كونت تويتر ويسكر في لي جروب فيسبوك ولي باج فيسبوك، نشوف فيهم يتويتيو فيها بالفرنسي والانجلي، يقولوا او بن علي يحب يوقف المحيط بيديه الزوز سي مينيون. معناها قاعدين يتمنيكوا علينا كريمون على الشيء هذا، معناها كان فما عاد حد قاعد يوسخ في صوره تونس بالحق، راهو لي براتيك هذوما نتاع السونسور على خاطر سي 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 شيء قديم ياسر، سي موين جو صحيح، ما عنده حتى معنى. اخر حاجه حبيت نقولها، فما امراه اسمها خديجه العرفاوي عم ناول ولا منعش وقتاش بالضبط، دخلت للحبس على خاطر الانترنت، والشيء هذا سي تان توليرابل. علاش؟ على خاطر قالت راهو فما اولاد صغار قاعدين يتخطفوا توا في تونس، اتهموها باللي هي تشيع في حسيرو كتهم الملحية هذيك نشر اخبار زائفة، نشر اي اللي ملحية ملا نشر اخبار زائفة، انا نحكي صاحبي حكاية نظر غلط معناها يدخلوني للحبس. سليم كان سامحني هي اللي وتوا تاكدنا اللي صحيح فما خطفين نتاع صغار وصاروا لي كاد ديرنييرمون الى فلوس. نشر اخبار صادقه فوالا دخلت الحبس فوالا صحيت يعني نشر اخبار زايده دخلت الحبس. يمكن تفسر لنا الهاشتاج لازمها تخرج مدام خديجه العرفاوي، فما عباد ماهيش ما تعرفش معناتها اللونجاج انترنت واكوا سا سيرفي. الهاشتاج هو في تويتر كما تقول كلمه يعني انت في تويتر تنجم تلوج معناها اصحابك، تنجم تشوف المعلومات اللي جايين من اصحابك، والا تنجم تشوف بالموضوع بالموضوع، والموضوع هذاك تلخصه كيفاش باش تشوف بالموضوع، تلخصه في حاجه يسموها هاشتاج اللي هي كلمه سبيسيال يتفاهموا عليها الناس كل اللي هي تعني الموضوع هذاك دو فاسون اسكو انت وقت اللي تبدا تستعمل في تويتر الموضوع هذاك يولي رابط، تولي تنجم تنزل عليه تشوف اللي مثلا سيدي بوزيد ولا هاشتاج وتنزل على سيدي بوزيد يخرج لك معلومات كل على هاشتاج. كيفاش الهاشتاج سيدي بوزيد معناتها ولا ان فينومين دون لو موند معناتها تخي تخي فيت تخي تخي فيت معناتها لو موند اونتيي سي سوليداريزي. سيتي با تخي فيت اون فيت بشويه بشويه. سيدي بوزيد اون فيت وقت اللي بدات الحكايه نتاع سيدي بوزيد الهاشتاج سيدي بوزيد خرج بطبيعته خاطر هذوما حوايج ديما تخرج. كانت تقول لي انت شكون يعني. شكون قرر باش يعمل الهاشتاج سيدي بوزيد؟ نقول لك ما نعرفش وحتى حد ما يعرف تتفصل، هذوما حوايج عفويه. كي خرج الهاشتاج سيدي بوزيد خاطر كيفاش تمشي الحكايه؟ انت وقت تغزر تسمى التايم لاين نتاعك معناها العباد اللي يحكيوا في تويتر نتاعك تشوف تتعدى قدامك هاشتاج سيدي بوزيد، انت بيدك وقت اللي باش تحكي على سيدي بوزيد تولي تستعمل نفس حاجه. نرجعوا لنظريه الفوشه مره اخرى. دونك بكل عفويه ولا اوفيسيال الهاشتاج يعني هذاك سيدي بوزيد ولات الناس الكل تستعمل فيه. من الاول كنا احنا توانسه برك نحكيوا على هذاك، جاء نهار فين سيدي بوزيد ولا هاشتاج ترندينغ توبكس يعني من اكثر الحوايج اللي تحكي عليها في تويتر كامل في فرنسا. تويتر وقت اللي انا كنت في الحبس انا وعزيز ابارامون سيدي بوزيد وتونس وبن علي وهذوما كلهم ولا ترندينغ توبيك في في تويتر. وعمامي وعمامي معنا في التليفون الباحثه والاستاذه امال جرامي اللي كتبت برشا على انترنت وعلى اهميه الصحافه المواطنه. كان التليفون حاضر نتكلموا مدام امال. الو الو امال مرحبا بك. مرحبا مساء الخير وتحيه الى جميع المشاهدين. امال كان تعطينا رايك في اهميه انترنت في الانتفاضه الشعبيه هذيا واللي شنو كان دور انترنت غير ما معناتها في الانتفاضه هذيا. ريم أنا تابعت الحلقة من بدايتها ولي مجموعة من الملاحظات لو سمحت سأضيفها. الجانب الأول لا ينبغي أن نعتقد أن الوعي التونسي انبثق هكذا فجأة وإنما تشكل على مرور سنوات فصارت لدينا خبرة شيئا فشيئا. والنقطة الثانية هو أن لنا مرجعية بمعنى المدونون التونسيون لا شك أنهم مطلعون على حركة التدوين السياسي في مصر، على حركة التدوين السياسي في الأردن، على المواقع السورية التي تناضل بالقلم. النقطة الثالثة وهي أننا في غياب الديمقراطية الفعلية تظهر ديمقراطية بديلة وهي ديمقراطية المواقع التفاعلية. النقطة الرابعة
وهي أنه في ظل غياب تغطية وأداء مهم ومحترم للإعلام الرسمي التونسي، بطبيعة الحال ظهر الإعلام البديل وهو إعلام المواقع التفاعلية الفيسبوك التونسي. ولا أعتقد كما أعتقد غيري أن النجاح هذه الفئات المتفاعلة على الفيسبوك ما كان له أن يكتب لولا تقلص حجم الإعلام التونسي، وخاصة الإعلام المشوه الذي كان الأرواح تسقط في الشارع التونسي، ونحن نشاهد ذلك على الفيسبوك لحظة بلحظة، ونتألم للصور المشوهة للأجساد المستباحة أمام الكاميرا. والإعلام التونسي يبث علينا أفلام وثائقية ويستهتر بالشعب التونسي ببث أغاني وإلى غير ذلك. أمال اليوم شنو هو دور المدونين؟ شنو هو دور ليزانتيغنوت في بناء المشروع هذايا، مشروع المجتمع؟ احنا اليوم نعيشوا في لحظة تاريخية يلزم ناخذوا فيها موقف مع بعضنا. شنو هو الدور اليوم؟ شنو نجموا نعملوا؟ شنو ينجموا يعملوا الأولاد أمو دوغدغ جينيرال باش نخرجوا منها الأزمة، معناتها بمشروع محترم، مشروع يحبوه التوانسة الكل ويحبوا يعيشوه التوانسة الكل. أول الأمر دور واضح هو بث الوعي. هناك رسائل تحذير، هناك رسائل تنبه إلى الانجرافات، إلى الاختراقات التي تقع، مثلا ضرورة التكاتف الاجتماعي، مثلا ضرورة التضامن، مثلا الانتباه إلى الرسائل الإيديولوجية التي تبث هنا وهناك، الانتباه إلى تشويه صورة الثورة اليوم ببث صورة بديلة مناقضة، وهي صورة الشعب الذي ينهب ويسرق ممتلكات بعضه البعض، وشعب همجي في مقابل ثورة جلبت الانتباه الجميع العالم العربي والغربي. أيضا بث الوعي نراه ونلمسه بالنسبة إلى مختلف الفئات، ربما ركزنا كثيرا على الشباب، ولكن لا ننسى أن جميع الفئات العمرية قد شاركت في الفضاء الفيسبوكي. لا ننسى أبناءنا، نحن ما انتبهنا إلى هذا الوعي الذي تشكل لدى الأطفال الصغار. هناك رسوم كرتونية مررها الصغار، هناك أخبار مررها الصغار، وأحيانا أنا كنت آخذ من أبنائي، إذن هم يزودونني ببعض الأخبار، وهذا شيء لا يمكن أن نتراجع عنه. بمعنى هذا الوعي الذي استبقنا هذا الجيل، إذن إن شئتي تحدثت منذ قليل عن التربية والتنشئة الاجتماعية، اليوم الأبناء يعلمون الآباء كيف يتعاملون مع الفيسبوك وكيف يواكبون الحدث، وكيف، وهذا أمر إن سمحتي أؤكد عليه، وهو الخلق والإبداع، لأننا ابتكرنا وسائل عديدة. هناك مقاطع من الفيديو، بمعنى أن الإنسان هو يخاطب الجمهور بوجه مكشوف، هذا ما كنا نعرفه سابقا. هناك رسائل بثها عدد كبير من المواطنين. هناك الراب، وتعرفين قضية الراب في تونس، الراب البديل، هذا الذي نطمح، وتحية إكبار لفئة من الرابور التونسيين الذين كانوا يواكبون الحدث. أيضا التدوين، لا ننسى أننا كنا نتكلم عن التجربة التونسية باستيحاء. أنا شخصيا في عديد المؤتمرات كنت أخجل لأنني لا أستطيع أن أواكب نماذج من التدوين التونسي نظرا إلى الحجب، ولكن اليوم إذا هذا الفئات الجديدة من المدونين، لأننا مع كل يوم يظهر مدون جديد وأسماء جديدة، فأصبحت لدينا خبرات، وأصبحت لدينا إذا لم تعد لنا بنهني فقط وغيرها من الأسماء المعدودة على الأصابع، وإنتليجنسيا جديدة قاعدة تظهر. أمال نشكروك أنك أمال جرامي شاركت معنا، نشكرها ورايها مهم كما سمعتوا. نرجعوا بعد الفاصل باش نحكيوا على الراب البديل كما كانت تقول مدام أمال جرامي. نرجعوا بعد الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة نسمع، نحاولوا نتبعوا الأخبار ونحاولوا نتبعوا الأحداث بشوية بشوية. الأولاد خرجوا توا هو رجعوا بحذانا، عزيز وسليم عمامي، توا باش نحكيوا على الراب البديل. في الأيام الأخرى مع سليم وعزيز فما زاد رابور تشد في الحبس اسمه الجنرال. الجنرال عمل غنية اسمها رئيس البلاد. رئيس البلاد سايتي لو فينومين دو فيسبوك، خاطر لو ميساج تخي كلير و تخي ماهوش
معناتها ما فهمتش علاش الطفل هذا معناتها مشى للحبس خاطر يلي دون سانسيغيتي بولفيرسونت، معناتها طفل صغير عمره 20 سنه تقدم مساج لرئيس الدوله قال له راهو مش هكا راهو انا هاو رايي كيفاش نتفرجوا في الكليب نتاع الجنرال ونرجعوا نحكيوا.